وفي بغداد، حيث تظاهر العشرات من المواطنين أمام مبنى هيئة استثمار لمطالبتها بالتدخل وإعادة حقوقهم المغبونة بمشروع المحبة السكني الممتلك منذ 3 سنوات بسبب تجاوز الشركة المتنفذة أو المنفذة على عقاراته رغم إجازتها من قبل الهيئة، مؤكدين أن العقد يتضمن استلامهم للوحدات السكنية بعد 18 شهرا ودفع الشركة غرامة $50 عن كل يوم تأخير. المجمع المفروض احنا من 2019 قدمنا على وحدات سكنيه، كان المفروض 18 شهر وتنتهي المده ونستلم الوحدات، اللي صار انه خلصت ال 18 شهر وخلصت ايضا 18 شهر اضافيه وما استلمنا الوحدات السكنيه، هذا الموضوع اصبح تدليس، انا كمتعاقد تعاقدت مع الشركه واني ما اعرف عندها مشاكل، بالتالي اين دور هيئه استثمار بغداد؟ هي اللي اجازت المشروع وهي مسؤوله ان تكون طرف ثالث بيننا وبين الشركة. احنا كمتعاقدين اكثر من 150 شخص تعاقدنا على شراء وحدات سكنية مجمع المحبة، بعد ما تأكدنا من المجمع انه مجاز من هيئة استثمار بغداد وصار التعاقد، انه اول فقرة خليناها انه مدة العقد مدة استلام الشقة 18 شهر وغرامات تأخيرية $50 عن كل يوم تأخير. بعد ما دفعنا الاموال للشركة تفاجأنا انه ماكو بناء بالمجمع. استفسرنا من الشركه شنو اسباب عدم توقف العمل، قالوا انه اكو تجاوز على بنايتين، في حين انه متجاوزين على بنايتين ولكن متوقف العمل بست بنايات بالمجمع. هيئه استثمار بعد ما قدمنا لها شكوى المفروض تحاسبهم، لا هي اعطتهم اجازه استثمار المجمع المحبه الثاني، وهسه حاليا الاموال الدافعيه احنا قاعد يستقطعوهم من عندنا يبنون مجمع المحبه 2. احنا نطالب انه هيئه الاستثمار تضغط على الشركه حتى تكمل اعمال البناء حتى نقدر نقعد بوحداتنا السكنيه، لان كنا اصحاب يعني كنا ناس قاعدين بالايجار وهذا كله وقت.